معنا خولة، أهلا يا خولة. خولة السلام عليكم. سلامة الله. خولة من وين؟ المدينة. من المدينة المنورة، أهلا وسهلا. جاهزة يا خولة؟ جاهزة إن شاء الله. يلا بسم الله، نشوف مع بعض المسارات يا خولة. أعطوها المسارات. وش توقعين من المسار يا خولة؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم بالفعل، ما شاء الله عليك. يلا الحمد لله. يلا احفظ القرآن انتي؟ لا. يلا يقول السؤال الأول، سهل السؤال، في أي سورة تكررت وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن. سورة الرحمن. الرحمن. ما وردت في أي سورة ثانية هذه الآية؟ لا أبدا. لا. والإجابة صحيح. وكن باشتياق لفوز كبير يسر الفؤاد عناقك. يلا السؤال الثاني هو المهم. يقول السؤال، جميع سور القرآن الكريم تبدأ بالبسملة إلا سورة التوبة. التوبة بكل تأكيد إجابة بدون تردد، هي إجابة صحيح. لكل مسار. نوقف ولا نكمل؟ نكمل. نكمل. يقول السؤال، من أول من جمع المسلمين على مصحف واحد من الصحابة؟ عثمان بن عفان. إذا ما اضطريت ما أعطيك خيارات لأنه ما يحتاج خيارات. لا ما نحتاج. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وبكل تأكيد. أنت تعرفين ليش جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد؟ في جمع أول صار قبل هذا الجمع، هو جمع مين؟ أبو بكر رضي الله عنه الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بدأ الصحابة في التفرق في الأمصار والفتوحات الإسلامية، بإشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر أن قراء بدأوا يقتلون في الغزوات، فأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن فجمعت الصحف كلها. فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بالصحف التي كانت موجودة ومن كان يمتلكها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابيات ومن أمهات المؤمنين، فجمعها ثم جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد ونسخه عدة نسخ. كم نسخة؟ أربعة، وقيل أنها خمسة، وأرسل منها إلى أمصار، أبقى واحدة في المدينة، وأرسل إلى مكة والشام، ويقال أنه أرسل إلى البحرين مصحفا أو إلى العراق مصحفا. وبقيت هذه المصاحف في هذه الأمصار التي بعث إليها عثمان بن عفان هذه النسخ، ومنها تكونت المدارس الإقرائية فيما بعد عدة قرون، لما جاء موضوع تسبيع السبعة من خلال الأئمة الإمام الشاطبي والجزري، عزوا هذه المدارس أو الأحرف التي قرأ بها قراء القرآن الكريم إلى هذه الأمصار التي أرسل إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو أبقى فيها المصاحف سواء المدينة ومكة وغيرها. يا رب لك الحمد. يلا، وكانت إجابتك طبعاً ما أن الاتصال راح، يعني كانت إجابتك صحيحة. تميز وشارك وكن باشتياق.